بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطوح. اليوم غنعرفكم على طريقة استخدام سماد الطيور في المزروعات ديالكم، في النباتات ديالكم، كيفية استخدام السماد الطيور. سماد الطيور يعني سماد أي طيور، سواء السمان أو الدجاج، كيفاش كنستخدم ديالو في المزروعات ديالنا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا. لأن كتجيني بزاف ديال التعاليق على كيفية استخدام السماد ديال الطيور، وكيف كيستخدمو وكيدير ليه الدود. سماد الطيور ما كنستخدموهش مباشرة على التربة، لأنه كيدود، كيدير الدود في التربة، ماشي بحال السماد ديال الغنم أو البقر أو الخيول. هادو كنستعملوه بعد تحلله مباشرة في التربة. ها هو دابا التحلل، هذا هو السماد ديال الطيور. هذا السماد توفرت عليه في المنزل من داك السمان اللي كان عندي وبعض الدجاج. ها هو شتو كامل التحلل، يعني نشف مزيان، ولكن ما نستعملوش مباشره في التربه لانه غيدير لنا الدود. على ما غيدير لنا الدود، نوريكم الطريقه ان شاء الله الفعاله في هذا الفيديو هذا، باش تبقاو تستخدموا سماد الطيور في المزروعات ديالكم. اولا ناخذ واحد الاناء، واحد السطل ديال 10 لتر، ونضعو فيه تقريبا واحد كيلو ونص ديال السماد على هذه الطريقه هذه. نضعو في السطل ونضيفو ليه الماء، نضيفو ليه كمية ديال الماء، صافي، ونحركوه مزيان، ناخذو شي عصا ونبقاو نحركوه، نبقاو نخلطوه ونخليوه تقريبا على الأقل، ثلاث أيام وما فوق، يعني حتى خمس أيام مزيان، باش كيطلق جميع العناصر ديالو في هاد الماء هذا. ومن بعد غنوريكم نكملو الفيديو. غادي نخليوه دابا هكا ونغطيوه، ومرة مرة تطلعو السطح نحركوه. دابا نغطيوه، ما فيه لا رائحة لا والو، حسيت تغطى وصافي، يتغطى بهذا الشكل ويتغطى بهذا الشكل صافي. ومرة مرة نحركوه، يعني فيما نطلعو للسطح ولا شي حاجة يستحسن تحريكوه زين. ومن بعد نتلاقاو عاوتاني إن شاء الله بعد ثلاثة أيام، تشوفوا ونتلاقاو ونوريك الطريقة إن شاء الله، نكملوا على الطريقة ديالنا. يالله عيدكم مبارك وسعيد، حنا داخلين على العيد إن شاء الله. هاتوا هاد الدجال، نتلاقاو في الفيديو الجاي. بسم الله، اليوم الثالث مشاهدي الكرام من تخمير سماد الطيور. كيف كتشوفوا ها هو خمرنا داك السماد ديال الطيور باش نستخرجوا منه هذه العصاره الغنيه للنباتات والخضروات واشجار الزينه واشجار الفواكه. كل شيء كنديروا له هذا السماد الطيور، هذه هي الطريقه الصحيحه. ما نسمدوش كما قلت لكم مباشره بسماد الطيور، لانه كيدير الدود في التربه وكيتعفن. دابا هذه الطريقه، دابا هنا كاين جميع المواد المغذيه، العناصر الصغرى والعناصر الكبرى، بوتاسيوم، نيتروجين، مانغانيزيوم، الحديد، كل شيء كاين هنايا. دابا اش غنديروا، نصفيو هذا المنقوع هذا، نصفيو هذا المنقوع، غنحتاجو واحد المصفات على هذه الطريقه هذه، ونصفيو. غنقوموا بعملية التصفية ديالو والطريقة ديال الاستخدام ديالو إن شاء الله. يلا بقاو معايا. بسم الله، نكثروا العمل، ناخذوا المصفات، ناخذوا المنقوع ونصفيوه، نقيدو في قاعدو في الشوائب. الماء نصفوه مزيان، خلينا غير الماء، كتشوفو عملية التصفية.
دوزو على العصير مركز. هذا ما استخدموش مازال. الآن ها هو العصير ديالنا جاهز. الآن غادي نمر بالطريقة إن شاء الله. الآن غادي ناخذ تقريبا جوج لتروات، جوج ديال الإطروات، جوج لتر ديال هذا المنقوع كتشاهدوا هذا جوج. هذا جوج ديال لتر نخويهم هنا ونضيفو ليهم الماء. جيترو ونخفوه لتر ديال الماء، لتر ونص ديال الماء، لتر ونص ديال الماء، نخفوه، لتر ونص ديال الماء، نقدرو نزيدو حتى كتر، ندير حتى جوج لتر، والآن غنسقيو به النباتات ديالنا، غادي نمرو نسقي النباتات ديالنا، الآن عملية السقي كتم، ناخدو المنقوع. ونسقو به جميع الأشجار ديالنا. هاد العملية نديروها تقريبا مرة في الشهر لأن مغذية للنبات. وفعالة بدون مواد كيماوية. مرة في الشهر نسقيو النبات ديالنا لجميع العناصر اللي كيحتاجها. نسقيو النعناع كراس تا هو منساوش النعناع. ها هو بعد التقليم شوف ان شاء الله هذا نبات معمر في المنزل طبيعي. سنكمل المهم نسقيو كاع النباتات ديالنا بلا ما نطول عليكم. هذا راه فعال في المنزل وموجود عند هاد السما ديال الطيور عند الموالين اللي كيبيعو الطيور سواء الطيور اي طير سمان بط وز كلشي نجمعوه ونقعوه ونسقيو به النباتات ديالنا. كنتمنى الفيديو يعجبكم تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم باش تستافدو في هاد التجربة هادي وشجعونا شجعونا الله يجزيكم بخير. يلا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.